هذا وقد أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين ماضية في العمل بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز دور المواطن من خلال مسيرات الإنجازات الحقوقية المشرفة التي حققتها المملكة وفق الثوابت الوطنية الراسخة التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. أكد البناي رفضه التام للهجوم السافر التي تتعرض له مملكة البحرين بملف في حقوق الإنسان والتي تقوده الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون من خلال قناة الجزيرة القطرية المسمومة بأطروحاتها من خلال هجومها المستمر واستهدافها لمملكة البحرين، إذ عملت خلال الأعوام الماضية على توجيه أسهمها المسمومة والخبيثة تجاه البحرين متجاهلة جميع الإنجازات الحقوقية والحقائق الواضحة والثابتة للعالم أجمع. أضاف أن قناة الجزيرة القطرية أدارت ظهرها للإنجازات المملكة بمجال حقوق الإنسان وفتحت منبرها الإعلامي أمام المرتزقة ورعاة الإرهاب وهيأت لهم الأرضية الإعلامية لاستهداف البحرين، علاوة على تجاهلها التام والصريح للمصالحة الخليجية واتفاق العلا، وهو ما يعكس تماما خبث وكذب وإرهاب الجزيرة الإعلامي. لفت البناي إلى أن مملكة البحرين بتكاتف قيادتها وشعبها الأصيل ستبقى عصية على أجندة قناة الجزيرة القطرية ومن يقف وراءها من مرتزقة وخونة.